عايز اقول لكم كده بعض الاخبار بسرعه. بيقولوا انه في الاهلي في ولد نيجيري في الخمسه اللي شاروا الاهلي جاب خمسه صغيرين قال عليهم الكابتن هاني رمزي وهم تابعوهم بتوع السكاوتنج وكده. بيقولوا خمسه فيهم واد فرد كويس نيجيري، بيقولوا فيهم باك ليفت كمان كويس، فيهم سيرد باك كويس، وفيهم اتنين لسه ما ظهروش بالشكل اللي هم كانوا منتظر. اموسي اللي هو الفرد اللي هو 2007 فهد 2005 اسمه بيرنس اموسي حاجه كده. اموسي هو اللي جاب الجون وعمل ضربه الجزاء في ماتش الودي. ماتش الودي يبقى ست رايك فيه؟ لعب كويس على سنه. هو ايه رايك في الفكره؟ كابتن هاني رشح المشروع زي ما بشير بيقول واعرض الكلام على كابتن بدر وكابتن شوقي وكابتن وليد سليمان، والراجل قال لك يجوا يعملوا معايشه وينزلوا في المباريات ويتشافوا. الباك ليفت لصغر سنه ابو مسلم صغير 2005 هو الوحيد 2005 الثلاث تانيين 2007 بالظبط 2007 و8 مشروع استثماري. ما انت خلي بالك يا كابتن مشير وكابتن عمرو زي ما بيكلموا كده، ده لازم يحصل من زمان. النادي الاهلي لازم يكون عنده سكاوتنج في كل حته. العالم كلها يا جماعه ديت العالم عامله، احنا متاخرين في دي. ايوه انا بقول لك النادي الاهلي والزمالك تحديدا واسماعيلي ومصر النادي الشعبيه، خد بالك استثمار كمان. حضرتك مره ان موكينا مدرب سان داونز كان في دوره كيفن دي بروين بيتفرج على لعيب عنده 16 سنة جابوه في الدورة ب 1.6 اتباع لسه من شهر ب 3.6. طيب اسمه مولينا استثمارك. جايب كل الشغل بتاع امريكا والبرازيل وشيلي زي ليندي. هو انت استاذ محمد النجاح في فرقة جنوب افريقيا النهارده، لسه كنت بقول كابتن خضري 9 لعيبة من سان داونز وبيرسيتاو ولعيب من دوري البرتغالي. الاداء والاستقرار بتاعهم يرجعك بالذاكره كده بالاستقرار والجماعيه. احنا بعيد في الحته دي، احنا في النادي الاهلي متاخرين الفتره دي. كنا بنطلب سكاوتنج من زمان، بالذات عندك الارسنال مانشستر كل الناس بتعمل في افريقيا اللي هي البلاد القويه. مش لازم اللعيب يلعب عندي في الفريق الاول. ايوه هو زي ابو مسلم بيقول لك الحته اللي هي من تحت انا بجهزه وبعدين بعوده. ايوه سواء بيقولوا بيراميدز يعمل مفاجاه بكره في الانتقالات، هيجيب لعيبه من كاس الامم دي. هم قادرين عندهم اللي انا قلت لحضرتك اثنين لعيبه من راس الاخضر. يا ريان مينديز لعيب كبير بس برضه يعني 26 ده فوضوه قبل ما يلعب فوضوه هو في الملعب. الراس الاخضر برضه يعني مش المغرب يعني ما اشتكاش مدرب الراس الاخضر ان بيراميدز بوظ الفرقه. قال لك خمس لعيبه. قال لك انا قبل ما العب الماتش عندي خمس لعيبه. قال لك الاهلي بوظ ابو جبل اصله عنده ماتش حاسم بوبيستا. بوبيستا 4.5 مليون دولار. طب مدرب الراس الاخضر ده كسبه هو بوبيستا. مع ان بيراميدز بيفاوض عادي مفيش مشكله. كم من اللعيبه اهم حاجه ان ده ما يمنعش ان اللي حصل ده غلط، انك تفاوض لعيب قبل الماتش المنتخب. ومين اللي اعلن اصلا ده كابتن؟ يعني ده من يعني ما نسميش ده بس مين اللي اعلن؟ مين اللي وصل الخبر؟ امال هنفاوضوا امتى؟ فاوضوا اول ما اتصاب الشناوي. هو الشناوي اتفاوض بعد البطوله ولا ايه؟ يعني كان يستنى الاهلي البطوله تخلص؟ لا يعني يبقى فاوضوا قبل اثناء البطوله ولا اثناء؟ ما انا بس هو الثلاثة تقفل. طب في رايك ايه السيناريو اللي كان يتم؟ يعني انت شايف ان ده صح؟ يا سيدي سيبك بصحة. لا انا عايز اسالك سؤال. ده صح. انا عندي حارس مرمى فجاه اتصاب جاله خلقه في الكتف. تمام. هيقعد 3 4 شهور. لا مالكش دعوه بجول المنتخب. لحظه وانا مالكش دعوه بجول المنتخب. سيبه يركز. دي مهمة يعني قوميه. مش هو المنتخب ولا النادي؟ هو المنتخب ولا النادي؟ انا ده موضوعات جدليه مش هتكلم. لا مش جدليه، يبقى انت موافق. كان الراجل بيقول لك بيراميدز بيفاوض. انا مش دعوه بيراميدز. لعيبه اهو في المنتخبات عادي. احنا اللي بنحبكها يعني. طب اقول لك حاجه، ابو جبل كان سبب خروج كان وحش. لا انا مش هبني على ابو جبل اللي مش هحمله حاجه في قصه. انا ماليش دعوه. لا انا ماليش دعوه. الواقع صح عادي بس خلاص. طب انا عايز اسالك سؤال، هو عبد المنعم راح الاهلي امتى؟ انا ماليش دعوه. راح الاهلي امتى؟ قلت له بعد الماتش. ده كان لا مش بعد. وهي شغال. وهي شغاله. ده اتنقل يوم 31 يناير بعد الماتش بتاع المغرب مباشره. لا يا كابتن عمرو واحنا وصلنا فاينل وهو ده صح. النادي الاهلي هيجيبه في اي وقت. هو ما لعيب الاهلي اصلا ما اختلفناش. هو ما تقيمش صح وغلط ليه؟ لان ده مش هيأثر في حاجه. هقول لك حاجه العكس كمان، ان المنتخب كان بيكسب وعبد المنعم كان ماشي كويس قوي قوي. كل الظروف مش اللحظه ان انت تقول لي جيب لعيب وتقول له انا هاخد 6 قروش يقول لك لا 5. طب 6 اعاره. لا انا عايز اجيب. ابو جبل مش هقول لها 5. لا ولا في حاجه. ده ابو جبل اصلا لما لا يعني ولا في حاجه. جبل ابو جبل لما تساله الاهلي عايزك تفاوض. لا يا جماعه ما تحللوش حاجه تفاوض. انت بتتكلم صح. انا بتفاوض في تفاوض. كابتن شباب هو جاب التليفون فرق في مصر السرد باك نمره 21 نديكا والباك ليفت كونانا. افتكر الكلام اللي انا بقوله. بيلعبوا دلوقتي السرد باك
الاشول نديكا والدرجه الاخيره وصلنا دلوقتي. هو ابو جبل لو جاله تليفون من وكيله قال له ده الاهلي عايزك، ابو جبل هيتكلم في الراتب هرجع في الطياره، ده روحه المعنويه ترتب. ايوه ما هي دي مش المشكله طبعا. ده بالاهلي ده الاهلي عمل جميله يا استاذ محمد. اسم النادي الاهلي بيبيع اي حد. لا لا هو اسم الاهلي اهم من اسم مصر. بشكرك. لا احنا اسم مصر. لا 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 تتكلموا كده. لا والله قسما بالله اللي بقول لك كده. انا هو ما فيش اللي حصل فيه. انا هزرخلهاش كده. لا هي كده هقول لك كده صح. بابا شوف الموضوع مش موجود. لا لا مش ده. انتوا بتقولوا ده بتعمل اصلاح حدث من لا شيء. 10 ثواني ممكن. 10 ثواني. انا قلت قبل هنا عند كابتن شمال برضو النادي الاهلي يا جماعه على راسنا وفوق، بس تودوه دوري تاني في كوكب المريخ يلعب لوحده بلوح لوحده. المريخ ما فيهاش فرق لازم يكسب. ايه ما هو لوحده. انا قلت لوحده ازاي. انا مش مصدق. انا بقول لك ما ماتش تونس لسه قريب اهو جدا. مش هنقعد نزيد على بعض بقى خلاص. شكرا جزيلا جميعا. شكرا جزيلا. احنا كده وصلنا لنهايه حلقه النهارده. هنفض الاشتباك بعد الهوا بكره ان شاء الله في تمام. بكره بقى بكره ما عندناش ماتشات. بكره هجيب لك اسم الوكيل بكره. بكره هيجيب لك اسم الراجل الخضره. بكره هيدينا قنبله قبل الهوا. فاحنا بكره ما عندناش خلاص. كاس امم افريقيا اجازه بكره وبعده. عايز اقول لكم انه خلاص دور الثمانيه اتحدد. الماتشات هتتلعب جمعه وسبت. احنا كده كده هنبقى اجازه جمعه وسبت ان شاء الله لو ربنا ادانا العمر باذن الله. لكن الجمعه هتلعب نيجيريا مع انجولا بالمره. خد توقعات الكبات اللي معايا. الساعه 7 الساعه 10 هيكون الكونغو وغينيا. ده الجمعه. السبت ان شاء الله مالي مع كوت ديفوار الساعه 7. الراس الاخضر مع جنوب افريقيا او كاب فيردي مع جنوب افريقيا الساعه 10. كابتن عمرو بسرعه. نيجيريا انجولا كونغو غينيا. نيجيريا الكونغو. نيجيريا الكونغو. مالي وكوت ديفوار. الراس الاخضر وجنوب افريقيا. كوت ديفوار وجنوب افريقيا. كوت ديفوار يكسب. مالي وجنوب افريقيا صار. كابتن بشير. نيجيريا وانجولا. نيجيريا. الكونغو غينيا. الكونغو. مالي وكوت ديفوار. كوت ديفوار يوصل فاينل. الراس الاخضر وجنوب افريقيا. كاب فيردي وجنوب افريقيا. جنوب افريقيا. جنوب افريقيا. كابتن مسلم. نيجيريا انجولا. لا انجولا. انجولا. اه. الكونغو غينيا. لا غينيا. مالي وكوت ديفوار. مالي. كاب فيردي وجنوب افريقيا. كاب فيردي. ده كان عكسنا. ماشي. انا شوفه انا عكس اللي قاله كده مسلم كله زينا يعني. نيجيريا وانجولا. نيجيريا وانجولا. نيجيريا. الكونغو غينيا. الكونغو. لا الكونغو غينيا كان الكونغو. الكونغو. مالي وكوت ديفوار. كوتوفار. كاب فيردي وجنوب افريقيا. جنوب افريقيا. ما ترميش قلبك قوي في المنتخبات الاسماك كبير لان احنا خذلونا. لا لا خالص استاذ محمد. من من خلاص العنايه المركزه للافاقه كوت ديفوار هتروح في حته ثانيه خالص. هتاخد البطوله كمان. هتاخد البطوله بس خلي بالك استاذ محمد. التوقعات دي لازم تسالوا عليها وهنسجلها. طبعا. بكره ان شاء الله 11 مساء خلاص. بكره في ميعادنا الطبيعي 11 مساء حلقه جديده من بوكس تو بوكس. الى اللقاء. كلنا واحد.